بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اوقات كتيرة جدا بتمنى ان انا اكون زيها، بروح مع الموجة اشوفها رايحة فين واروح معاها، بس للاسف الشديد ما بعرفش اعمل كده. علشان كده انت منتظر مني ان انا اقول لك ان موسيماني النهارده عمل جيم تاريخي وجيم اسطوري. موسيماني طبيعي ان هو على الاقل يكون عنده ميزه ان هو بيعرف يدير ماتشات كبيره، ما احنا هنكون جايبينه على ان هو ما عندوش اي حاجه خالص، الموضوع هيكون صعب ومرهق. هتقول لي تفهم ما لا تقول ايه؟ اقول لك الموضوع سهل جدا وبسيط، الموضوع متعلق بنادي الزمالك عايز ايه من المباراه، لان نادي الزمالك هو اللي عنده دوافع كتير جدا المباراه مش احنا. احنا داخلين مباراه 3 نقط، عندنا غيابات كتيره، حارس المرمى الاول بتاعنا وحارس مرمى منتخب مصر الاول غايب، عندنا باك يمين غايب، عندنا جونيور اجيه قدام غايب، عندنا مشاكل كتيره جدا في التشكيله علشان خاطر عندنا اصابات كتير. فالزمالك مفترض ان هو عنده 50 سيناريو هيلعب بيهم المباراه كلهم هجوميين. كالتوني اختار السيناريو 51 اللي هو انا هنزل العب 4-1-4-1، المباراه اللي لعبتها قدام فايلر في الامارات هنزل اعملها النهارده، هعمل جيم دفاعي قدام الاهلي. طب لا اللي عنده غيابات، لا احنا بنلعب بحارس مرمى متلصق اساسا سعادتك، علي لطفي نازل مرعوب، احمد رمضان بيكم نازل خايف، هتعمل ايه طيب؟ لا انا هنزل اسيب الاستحواذ الاهلي، ادي ثقه لعيبه الاهلي وحارس مرماهم المهزوز علشان خاطر اعمل جيم دفاع الاهلي. والله كويس ده انت لقطه يا عم الحاج، والله العظيم انت راجل مدير فني سكره والله عليك. حازم امام وشيكابالا قدام بعض قلت لك قبل كده كتير ان هي بيكون فيها ثغرات دفاعيه. هتقول لي طب ما هو الناحيه الثانيه كان عندنا احنا احمد رمضان بيكم كان فضيحه، اقول لك الحمد لله الحمد لله رب العالمين ان باتريس كالترون ما لاحظش حكايه ان احمد رمضان بيكهام خايف من اشرف بن شرقي الا متاخر قوي. هو كالترون دخل المباراه كلها متاخر، البدايه ب 4-2-3-1 من ناحيه السيد بيتسو موسيماني كانت جيده، بتحول 4-4-2 في الحاله الدفاعيه، وبنلاقي ان محمد مجدي قفشه بيطلع هو ومحمد شريف وعشان خاطر الاثنين مهاجمين بالله على الطرف بيروح حسين الشحات يساند احمد رمضان بيكهام، وطاهر محمد طاهر بيروح يساند ايمن اشرف، وايمن اشرف النهارده عمل جيم رائع جدا وجيم جيد جدا. اما الناحيه بتاعت احمد رمضان بيكهام ووراه رامي ربيعة فكان الناحيه مليانه مشاكل ومليانه ثغرات من اول كروس بيتلعب ورا احمد رمضان بيكهام، كان واضح ان الموضوع مخيف جدا بالنسبه لنا. الاهلي بيقدر ان هو يسجل هدف الاول عن طريق محمد شريف بكوره نوعا ما يتحملها جنش بنسبه 60% لان الكوره في زاويته، بس الاهلي واضح ان الاهلي النهارده ماسك كوره، والاهلي النهارده خطير على مرمى الزمالك، والاهلي بيقدم جيم عكس المتوقع منطقيا، لان احنا اتكلمنا في المنطق ان الاهلي عنده اصابات كتير، فحته ان الاهلي ينزل يعمل جيم وكويس جدا قدام الزمالك استحواذ، الاهلي بيضيع، الزمالك ملوش شكل الشوط الاول، لا واضح ان في مشكله من ناحيه الزمالك، واحنا كاهلاويه مبسوطين جدا بالوضع اللي بيحصل ده، احنا ماسكين المباراه ما كناش متوقعين كده اساسا، المباراه 1-0 بالنسبه لنا، الوضع كويس، الزمالك حرفيا مش مضيع اي حاجه، واحنا كنا قبل الهدف كنا مضيعين كره محمد شريف اللي بتتلعب كروس ومحمد شريف بيقدر ان هو يسرق الونش ويحطها بره، فكان واضح ان احنا بنضيع وسجلنا. عكس ما جرى مباراه شيكابالا بياخد الكره المعروفه بتاعته بيفضل يخرم يخرم يخرم، ايمن اشرف بيتناوب هو وعمرو السوليه على مين فينا هيخش يضغط على شيكابالا، شيكابالا بيحطها على لطفي بيجيبها من الجون، قلت ربنا يستر علشان خاطر واضح كده ان احنا هنرجع ندافع، وقبل دقيقتين كنا واضح ان احنا نزلنا ندافع شويه، فقلت والله ربنا يستر علشان خاطر استفزني جدا بصراحه احتفال شيكابالا وما تعمليش يا محمد رمضان سعادتك. وبعد دقيقتين بالظبط محمد شريف بيقدر ان هو يصوب تصويبه علشان خاطر كره تغلط محمود جنش وبرده يسال عنها جنش علشان خاطر الاهلي يبقى 2-1 2-1، والله كويس جدا رجعنا في المباراه بسرعه وبدري بدري 2-1، خدنا المباراه اللي احنا عايزينه على الورق، نرجع ندافع بقى ونلعب مرتدات، عندنا الطاهر وعندنا شريف ونوعا ما عندنا مجدي قفشه يقدر ان هو يحركهم من تحت، وانا بحب قوي ثنائيه الطاهر وشريف دي، انا بحب السرعات، اديني سرعات اقول لك تمام مش عايز اي حاجه غير كده، تديني حسين الشحات اقول لك عندي مشكله ان حسين الشحات بيفضل يحنكش على الكوره كتير وحسين ما بيطلعش لقدام وبيرجع لورا، حتى الكوره اللي جت لحسين الشحات وعمرو السوليه لعبها له تمس كده روح توني كروز ولعبها له، بس للاسف ده طلع نسخه فينيسيوس السيئه اللي هو ما استلمش الشوط مره واحده، لك حاجه ما حد يقول ان انا لوحدي. شوط اول شيكابالا زي ما قلت لك عكس مجرى المباراه رجع بالزمالك تاني، شيكابالا كان هو واضح ان بيحرك الفريق، شيكابالا بيحرك الفريق، اول تغيير عمل باتريس كالترون الشوط التاني طلع شيكابالا، والله العظيم ثلاثة الراجل ده سكر، يعني اوباما اللي مش شايف قدامه سايبه، اشرف بن شرقي اللي مش قادر يستغل بيكهام برده سايبه ومطلع شيكابالا، والله العظيم ثلاثة انت راجل لقطة، وطلع مروان حمدي اللي كان تايه تماما ونزل مكانه سيف الدين الجزيري، واكتشف حاجة مهمة ان بيكهام مش شايف قدامه وقرر ان هو يلعب ورا بيكهام، ولما لعب ورا بيكهام كان واضح ان الزمالك خطر، وكان واضح ان الزمالك يقدر ان هو يسجل هدف التاني خصوصا ان الاهلي موسيماني الشوط التاني قرر احنا نرجع ندافع، احنا ما كناش عايزين هدفين واحنا كنا نازلين نحاول نقدر نعمل علينا، جبنا هدفين وكنا مستحوذين وعاملين اداء كويس والله زي الفل، ننزل بقى الشوط التاني ندافع ونلعب على المرتدات وعندنا طاهر وشريف، بس للاسف على لطفي بيلبسنا ضربه جزاء، قلنا والله ربنا يستر علشان خاطر لو تعادلنا دلوقتي مع مستوانا السيء ده هنلبس في الحيط، بنلاقي ان محمود علاء بيخش
عكس المتوقع ان فرجاني ساسي هو اللي بيلعب الكور اللي بتيجي في المباراه المصريه دي، وعلاء بيشوط وعلاء لطفي بيتالق وبيطلع، ووقتها خلاص واضح ان المباراه انتهت للاهلي. هتقولي لا ده كان لسه بدري. خلاص يا معلم، الحته اللي احنا كنا خايفين منها بدات ان هي تكون نقطه قوه. علاء لطفي اللي كنا مرعوبين جدا من ان هو مهزوز والراجل طالع كوره تمسكها عادي، تيجي عمل ضربه جزاء، بعد ضربه الجزاء خلاص بقى علي نوير. الموضوع بالنسبه له بقى واضح ان هو خد ثقه، مش خد ثقه، ده خد ثقه كبيره جدا. انت اول كره صدها في المباراه ضربه جزاء، خلاص يا معلم كان واضح ان الموضوع بالنسبه لك خلص وخلاص. يعني تغييرات هناك بتاع كالترون، هو قال لك محتاجين ان احنا ننزل زيزو، ومحتاجين ما هو كان نزل زيزو او ما كانش كده، معلش معنا. هو قال لك احنا محتاجين بقى ان احنا نعمل التغييرات بتاعتنا ونزل عبد الله جمعه ونطلعه الفضوح، ونحاول ان احنا ندوس اكتر على حته احمد رمضان بيكم. بس من قال له تعالى انا هفضل قاعد لك كده طول المباراه مش هغير ناحيه بيكم، طب تعالى بقى هنزل لك كهربا يقف قدام بيكم اهو، ولاعب سريع وكهربا موجود وعندك والله كويس ان الراجل بيحاول يلعبك بالسرعات برده، لحد ما لقينا ان خلاص بقى موسيماني قال لك بص انا هنزل مروان وهنزل وليد سليمان وهطلع طاهر وشريف. طب احنا كده حتى الهجمات المرتده اتضربت بالنسبه لنا، طب هنعمل ايه يا مستر موس؟ يا جماعه نرجع ندافع بقى، وليد يقف قدام ايمن والناحيه الثانيه كهربا واليو ديانج يقفوا قدام احمد رمضان بيكم. بيكم قال لك انا مش شايف قدامي، راح مطلع بيكم ونزل مكانه اكرم توفيق. خلاص اتقفل الضربه المفتاح، والزمالك بالنسبه له الموضوع بقى صعب، لحد ما بيقدر محمود علاء ياخد الكره من الهواء. كانت الكرة هوائية بيتصدى ليها نجم الاهلي الشوط الثاني علي لطفي. علي لطفي ده انا كنت لسه بقول لك ان احنا كنا قلقانين منه علشان خاطر المباراة تخلص والاهلي كسبان 2-1. الف الف مبروك لنا كجمهور اهلي. يا اسطى انا اهلاوي برغم كل اللي طولك ده، بس انا اهلاوي. عندك اعتراض؟ وهارد لك جمهور الزمالك اللي المباراة تسأل عنها. باتريس كالترون من هنا للصبح. وشكرا محمود جنش على هدفين الاهلي سجلهم النهارده. ومش عايز اقول لك ان انا بحب محمد شريف جدا جدا جدا، ومقتنع ان الراجل ده لازم يلعب اساسي اغلب المباريات اللي الاهلي بيلعب فيها. هتقول لي الراجل مش مهاجم، اقول لك مش مهاجم، بس هو بيعرف يجيب جون، هو رجليه حلوه على الجون. وانت مش عايز لعيب غير رجليه حلوه على الجون بيعرف يسجل من انصاف الفرص. الهدف الاول نص فرصه، الهدف الثاني ربع فرصه، وهو بيقدر ان هو يترجم لك الكورتين دول لاهداف. عايز منه حاجه ثاني؟ لو عايز منه حاجه ثاني فمعلش انا خلصت اللي عندي. ممكن تعمل لايك لو الفيديو عجبك، لو انت ما عجبكش ان انا اطريت على موسيماني وطريت دورته المباراه، فطبيعي ان الراجل يكون عنده على الاقل حتى ميزه ان هو يعرف يدير ماتشات كبيره. يعني عايز الراجل ما يعرفش يعمل اي حاجه خالص، ما احنا جايبينه ليه يا عم الحاج؟ جايبينه صدع جاريه. معلش اعمل لايك او سبسكرايب لو الفيديو عجبك، ولو ما عجبكش اشتم براحتك.